عندنا شباب اثنين امير المعزي على بالمطاط الوزاني خرج بلد الوزاني عامل عدو الاسرائيلي بتويصم ما دنبال ولا نايتهم يا جمال الشباب امير المعزي وتروا على المطاط الوزاني الشريطة يعني منطقة الوزاني خرج الوزاني استشهدوا شباب اثنين شاب عمره 18 شاب عمره 20 سنة بعد مرعين شباب ونقتلهم بدم بارد يعني مش ما في أكثر من هيك غدر وهيك يعني إجرام. هيا عم تيجي هرب 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 يا علي.